يدفع خطيئة العالم، يلي مما يتذكروا القديس المنون يا أمين، كان الكاهن قبل المناولي يرفع القربان ويقول هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم. قولوا معي يا إخوتي، لا يا سيدي يسوع المسيح، لست مستحقا ولا مستاهلا أن أدخل تحت سقف بيتي، ولكن قل كلمة واحدة فتحيا بها نفسك. الكلام اللي كان بالقديس المنوني القديم، القسم الأول منه مأخوذ من إنجيل اليوم من يوحنا المعمدان، لما رأى يسوع وصرخ هذا هو حمل الله. والقسم الثاني من قائد المئة يلي كان عنده عبد مريض وطلب من الرب انه يروح ويشفيه، وبعدين بيقول له للرب، بيقول له انا مش مستحق انك تدخل تحت سقف بيتي، ولكن قول كلمه وحده تحيا فيها نفسك. يعني معناتها ايمانه قوي مع انه كان هالقائد كان وثني، معناتها ايمانه كان قوي لدرجه انه طلب من الرب انه انا ما بستحق انك تدخل لبيتي، اذا قلت كلمه عن العيد بيشفى عبدي. وهيك صار بكلمه من الرب شفي عبد القائد المئة، وهو رايح على البيت يلاقوه العبيد الاخرين وبيقولوا له شفي العبد. وساعتها بيتاثر كثير هالقائد الوثني، وبيقولوا بعدين عنه انه بيصير مسيحي، وصرنا من عيد له اسمه القائد كورنيليوس، من عيد له بالرزنامه المسيحيه. فاذا هذا القسم الثاني من هالكلام، انما القسم الاول هذا هو حمل الله الحال الخطايا العالم، هو من يوحنا المعمدان بإذن اللاهوتي الكبير جان بوسليه، اللي هو من أكبر الواعظين بفرنسا كإيموتران. يقول إنه هالكلام اللي قاله يوحنا قاله باليوم التالي من بعد ما عطى شهادة عن يسوع، من بعد ما عمده بيقول هذا هو حمل الله، بيقولها بالوقت اللي كانت عم تتقدم فيه الذبيحة بهيكل أورشليم. وبيقلنا إنه تاريخياً وبحسب سفر الخروج، إذا نقرأ بالعهد القديم سفر الخروج الفصل 29، بيقولولنا إنه كان بهيكل أورشليم كل يوم صباحاً ومساءً تتقدم ذبيحة ينذبح حمل عن خطايا اليهود. كل يوم صباحاً يذبحوا حمل، وكل يوم مساءً وبيحرقوه، وهذه كانوا يسموها المحرقة الدائمة، محرقة دائمة للرب. يوحنا بكلامه اليوم شو بتقول لليهود؟ بيقول لهم هودي الحمان يلي عم تحرقوهم وعم تذبحوهم، هودي مش هن يلي بدهم يشيلوا خطايا العالم، هودي ما بيقدروا يشيلوا خطايا، دم الحمل دم الحيوان لا يستطيع ان ينزع الخطايا. كانت هيدي بس مثل رمز بالعهد القديم حتى تعرفوا انه الحمل الحقيقي هو ابن الله يسوع المسيح، لانه الله ولانه على ذبيحته على الصليب بيقدر يغفر خطايا العالم لانه ابن الله. ما في انسان بيقدر يغفر خطايا العالم كلها، بس الله بما انه ابن الله. اذا مشان هيك بيقول لهم هذا هو حمل الله، واستعمل كلمه اشعيا يلي بيقول فيها بالعهد القديم من نبوته سيق الى الذبح وكحمل امام الجزارين لم يفتح فاه. فاذا هيدي عن كلمه ما هو حمل الله الحامل خطايا العالم. ونشوف انه ما يوحنا بيقول لهم هذا الذي ياتي ورائي وقد صار قدامي لانه كان قبلي. عم يبرهن ألوهية يسوع إنه حتى ولو إجا يوحنا وبشر قبله، حتى ولو إجا بشر، حتى ولو خلق قبله من إليصابات، إنما يسوع هو لأنهم كان قبلي، لأنه هو ابن الله، لأنه هو أزلي لا بداية له،
ومشان هيك هو ابن الله. وهو قال لهم يلي بيعمدكم بالروح القدس، انا ما بقدر اعمدكم الا بالماء، انما هو بيعطيكم الهولي سبيريت، بيعطيكم الروح القدس، مثل ما يوحنا كان عم يسكب المي على التائبين. نحن بمعموديتنا المسيحيه وقت بنسكب المي يحل الروح القدس على المعمر، ولكن وحده يلي بيقدر يعطي الروح القدس هو يسوع المسيح. واعترف يوحنا وقال لهم انا ما بقدر اعطيكم الروح القدس، هيدا هو اللي بيقدر يعطي الروح القدس، لانه الروح القدس هو من الثالوث الاقدس، ولانه يسوع هو من الثالوث الاقدس. ومشان هيك يسوع باخر مرحله قيامه على الارض بيقول لنا بالكتاب المقدس بالانجيل متى، ونفخ فيهم ونفخ في تلاميذه وقال لهم خذوا الروح القدس، يومتها قالهم من غفرتم له خطاياه تغفر له، ومن امسكتم عليه خطاياه مسكت عليه. كنت مره باحد البيوت هون بلمنتون، وسالوني بعض الشباب انه هالاشخاص يلي ما بيتعمدوا، نحن عم نحكي عن معموديه يسوع ومعموديتنا، هل يا ترى كلهم بيهلكوا؟ في كثير ناس بيفكروا انه المسيحيين وحدهم بيروحوا على السماء، والمسلمين بيفكروا انه المسلمين وحدهم بيروحوا على السماء، والارثوذكس بيفكروا انه الارثوذكس وحدهم بيروحوا على السماء، واليهود بيفكروا كمان، والموالي كمان، لا. ليه؟ لانه اذا بنطلع بتعليم الكنيسه، قلنا تعليم الكنيسه هناك ثلاثه انواع من المعموديه، في ثلاث انواع من المعموديه، نحن نعرف بس المعموديه يلي بنشوفها قدامنا وقت بنجيب ولاد صغار حتى نعملهم، هي بنسميها معمودية المي والروح. إنما في كمان معمودية ثانية اسمها معمودية الشوك، ومعمودية ثالثة اسمها معمودية الدم. معمودية الشوك اللي كل واحد، كل إنسان عايش حسب المسيح، عايش المحبة، ساعد إخواته، ما كان عم يعمل خطايا، وما تعرف على المسيح، ومات وما حدا قال له عن المسيح، تعتبر الكنيسة إنه هذا الشخص تعمل بالشرق، حتى لو كان خارج السعودية أو بأفريقيا أو بأي مكان آخر من العالم. فإذا معمودية الشرق كل إنسان عايش حسب تعليم المسيح بدون ما قدر يتعرف عليه. تقولوا لنا المسيح قال اللي ما بيتعمل ما بيخلص، المسيح بيقول من آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدان. الإنسان اللي بيعرف المسيح بيعرف إنه هو بالإيمان الحقيقي، وبيعرف إنه هو بالله، ويرفض الله، مثل واحد بيشوف اللمبة مضوية بغمض عيونه، هيدا هو بتجريف على روح القدس، هذا الذي يدان، لأنه عرف الحقيقة ورفضها، بس الذي ما يعرف الحقيقة لا يدان. ومعمودية الدم هي معمودية الإنسان اللي بيكون حب إنه يصير مسيحي، مثل شخص مسلم أو يهودي أو ما عنده دين، حب إنه يصير مسيحي وعم يتحضر، بتعرفوا الكنيسة بتحضر شخص حوالي سنتين حتى يصير مسيحي. هو عم يتحضر بيجي حدا وبيقتله لأنه حتى يأخذ بطاره لأنه صار مسيحي أو عم يتحضر إلى مسيحي. بتقول الكنيسة الدم الذي يخرج من هذا الشهيد هو يعمد الإنسان، ويتعمد هذا الإنسان بدمه وبيصير كمان مسيحي وبيخلص وبيكون من بين الشهداء. بالنهاية اليوم مثل ما وقت نتساءل لين من دارك المي، يجاوب أحد الأساطفي بالقرن الخامس، انتقل للرب سنة 407 اسمه الأسقف إرمانوراس، يقول نبارك المياه لأنه يسوع بنزوله إلى المياه قد باركها. وقت نحن من دارك المي بتصير المي ملموسة من الرب، بيصير كأنه الرب لمسها. والإبليس يوحنا خان الذهب بيقول لماذا غير المسيحيين لا يرتدون إلى المسيحية؟ يقول لأنه بيسمعوا من المسيحيين كلام حلو، ولكن ما بيشوفوا أعمال مطابقة لهالكلام الحلو. مشان هيك على المسيحي حتى يقدروا الناس الآخرين يتأثروا بالدين المسيحي، ويشكر الرب إنه اليوم في ارتدادات هائلة ومعموديات هائلة، بيقولوا بالملايين كل سنة عم يتعمدوا ويصيروا مسيحيين. السودان وحدة إحصاءات بتقول في 100 شخص عم يتعمد كل يوم من الإسلام إلى المسيحية. فإذا الناس الباقيين وقت بيشوفوا المسيحي عايش حسب كلام المسيح
بيتأثروا وبيرجعوا إلى المسيحية، وهيك نحن وتبحر علينا الروح القدس كمان مثل ما بيقلنا مرقوس برسالته، بيقلنا أنتوا يلي اتعمدتوا بالمسيح قد لبستم المسيح، نصير نحن والمسيح شخص آخر، أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. آمين. إذا تريدوا نوقف كلنا سوا حتى نبرد المي. كمان أشكر الأشخاص اللي أجوا لعندنا من المنزل، أشكر خيرنا اليوم اللي عم يصوروا الأقداس، اللي إذا بتحبوا كل العظات والأقداسات رح تكون على اليوتيوب، وعم يقلنا إياها على اليوتيوب، بكفي تحطوا اسم تشارلز سعد أو فادر تشارلز سعد اللي بحب يسمع العظات أو الأقداسات، وكمان في التقديس أما. فإذا ناخذ الورقة الزرقاء اللي موجودة قدامكم على الصفحة الأولى. المجد للآب وابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. قد صارت ذاتك الإلهية وبناء الرياض على أمواه نهر الأردن كي تتبارك به المياه في كل موضع، ولهذا نسعد لك المجد على افتقادك لنا وإحسانك علينا الآن وكل آن وإلى الأبد. جوكين يحقوا المطاحن في نجم واحدة وانتوا بتقولوا جمل الذي حتى الجمعين. أبصرتك المياه يا الله.